محمد العنزي إجابات سريعة إذا تكرمت، هل سيحقق النصر هذا الدوري بلا خسارة؟ ومحمد قاسم أنا أضيف لك ذا السؤال، يحل مشكلة الظهير الأيسر؟ المهم أن يحقق البطولة بدون خسارة، ما هي خسارة في نهاية الأمر، المنجز المحصلة النهائية هي بطولة الدوري، فهذا الذي يسعى له النصراويين ويجب أن يعملوا له كما يسعى الأندية الأخرى. لا بس حلو أنك أنت تسجلها، مؤهل النصر تسجلها مثل الشباب والهلال والاتفاق. لا لا، هو مؤهل النصر، مؤهل النصر أبو لطيفة، وفي نهاية الأمر البطل في نهاية الأمر واحد، ربما أنت تعمل ولا توفق، الآخرين أيضا يعملون، فالبطل واحد، ولكن من ناحية التأهيل أعتقد إذا النصر ما هو مؤهل لتحقيق بطولة الدوري في هذه العمل الكبير اللي قاعدين نشوفه، من المؤهل؟ أقول لك شغلة محمد، الدفاع والحارس، أقول لك شغلة، وأنت تجيب طاري الدوري النصر، الدوري النصر الرجال اللي جنبي كسر قلمه. لأنه لا يمكن يكتب التاريخ أن النصر يحقق البطولة بالخسارة، لازم أكسر القلم. هذه غيبيات يا اخوي سامي، توقع بحكم الخبره عنها. يعني بحكم ما شفنا في الدوري، يعني هذه غيبي توقع، يعني انت لما تقول توقع في اي مباراه الجايه يعني يكون غيبيات توقع، يعني قلت توقع، لا انت قلت لا يمكن انت جزمت. ايوه، ما في ثقافه الانتصار عند النصر انه يحقق الدوري، إيه لا يمكن، ما عنده ثقافه الانتصار انه يحقق الدوري بدون خساره. في فرق وانا اخوك بين توقع، في فرق بين ولا يمكن انت جزمت، لانه ما عنده الثقافه توقع عادي، لا عنده الثقافه بين الامرين، هذه ما عنده ثقافه استمراريه في الفوز. أكمل لو سمحتوا لي بس للسؤال المشاهد اللي انا اعتقد يقول لك النصر مرعب هجوميا لكن دفاعيا عنده مشاكل. انا تحدثت الحلقه الماضيه ابو لطيفه عن هذا الموضوع، للامانه النصر من الموسم الماضي دفاع النصر سهل جدا انه ينضرب في كرتين، سهل جدا كسر هذا الدفاع، التنظيم الدفاعي مشكلة كبيرة وواضحة في النصر. أنا مع تماما الحارس الأجنبي، هناك نوايا كانت أنه ربما إذا كان حل موضوع مارتينيز المصاب ربما يكون استعانة بحارس أجنبي، أنا ما أعرف حقيقة وين وصلوا في هذا الملف، ولكن هي النية موجودة بكل تأكيد. محمد القاسم، أنا من الموسم الماضي وأنا الأمانة كنت أتمنى أن يستقطبه النصر، أعتقد أنه ظهير أيسر جيد وخيار مثالي جيد، واضح، وسيضيف الكثير للنصر. طيب ملف الاتحاد.